اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبنجدد اللقاء مع دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. طبعا هو جمال الروح الاساس وجمال الاخلاق، لكن كمان جمال المظهر ده مهم جدا. هي عندنا مشكله عند السيدات والرجال، موضوع الكرش. لما تيجي تقول للراجل يا راجل الشكل وحافظ على نفسك، يقول لك لا 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 ده العز. ايه موضوع الكرش بقى النهارده؟ هو الحقيقه احنا اخترنا نتكلم النهارده عن ترهل عضلات البطن اللي هو تجاوزا بنسميه الكرش. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن بروز في جدار البطن نتيجه تراكم الدهون. وتراكم الدهون ده قد يكون نتيجه لكبر حجم الخلايا الدهنيه او لزياده عدد الخلايا الدهنيه. ولازم نفرق بينه وبين الحاجات التانية اللي بتسبب بروز البطن. في حاجه بنقدر نقول في نوعين بالنسبه للكرش. في الكرش الشحمي اللي هو احنا بنتكلم عليه دلوقتي واللي قاصدينه في حلقتنا، اللي هو عباره عن تراكم الدهون يؤدي الى بروز في جدار البطن. لكن في نوع من تاني من ترهل عضلات البطن الكاذب، على سبيل المثال السيسه اللي هو وجود ميه في البطن، دي ممكن تؤدي الى انتفاخ وبروز في جدار البطن مثلا. لو الحاجه الثانيه ممكن انتفاخات زي انتفاخات القولون او سوء الهضم. الحاجه الثالثه اللي هو مثلا كبر في حجم الكبد او كبر في حجم الطحال او حاجات زي كده. هو الحاجه الرابعه وجود فتاء، وده اساسي ان واحد عنده فتق كبير في جدار البطن ادى الى ان البطن كلها بالكامل تبرز الخارج واحده او واحده، لان ممكن تبقى ست عملت عمليه او راجل عمل عمليه وكان من نتيجه الجرح ده ابتدى يحصل بروز في جدار البطن. فلازم ناخد بالنا ما بين عباره عن الكرش الشحمي اللي هو تراكم دهون زياده عدد او كبر حجم، وبين الكرش الكاذب او بروز عضلات البطن او ترهل عضلات البطن الكاذب. طب يقدر ازاي الشخص ان هو يفرق ان ده كرش ولا عنده فتاء او عنده مشكله فيلجا للطبيب؟ لا، هو لوحده ما يقدرش يفرق، لكن الطبيب بيقدر يساعده في هذا الكلام. لكن انا اقدر اقول بكلمه بسيطه جدا، ممكن الشخص لو وقف منتصب وحاول يبص على صوابع رجله اذا قدر يشوفهم يبقى ما عندوش كرش، لو ما قدرش يشوفهم يبقى ده يعتبر نوع من انواع ترهل عضلات البطن. الحاجه الثانيه، في اختبار بسيط احنا بنعمله، ان احنا بنمسك عضلات البطن تحت السره بين صوابع الايدين، فاذا مسكناها لقيناها اكتر من 2.5 سم او اكتر من 3.5 سم بالنسبه 2.5 سم للرجال و3.5 سم للسيدات، ده ممكن نقدر نقول عليه نوع من انواع ترهل عضلات البطن. الحاجه الثالثه طبعا ما ننساش ان في قياسات طبيه معروفه مشهوره نقدر بيها نعرف كميه الدهون الموجوده في جدار البطن، وهل هذا هو نوع من انواع الكرش او هذا ترهل من عضله البطن او هذا نوع من الفات او هذا هو نوع من انواع الانتفاخات وهكذا. ليه انا بسالك يا دكتور منير السؤال ده؟ لان في اجسام كتيره ممكن تلاقيها رشيقه، يعني ما فيهاش ضخامه في البدن ومتناسقه، لكن المشكله بس في منطقه البطن، يعني ترهلات البطن. فهل ده ممكن يكون ليه علاقه بتكون الشحوم في هذه المنطقه بالتحديد؟ يعني دي سمنه مفرطه ولا ده نصنفه على ايه؟ هو سيادتك ده سؤال جميل جدا، وطبعا انا سعيد بيه. ليه؟ لان ليس كل حاجه فيها ترهل عضلات بطن يبقى فيها بدانه او بدانه مفرطه. يعني مش كل واحد عنده ترهل عضلات بطن اقول ده عنده سمنه او عنده بدانه، ممكن تكون المساله مساله ضعف في عضلات البطن بس او تراكم للدهون في عضلات البطن وبس. فالحقيقه السؤال ده سؤال مهم جدا، لان لازم نميز ما بين ان هذا الانسان عنده ترهل في عضلات البطن ولا هذا الانسان عنده كرش. هو في سبب ما للاصابه بالكرش؟ يعني هل مثلا حاجه وراثيه، مثلا التدخين، الميه اثناء الاكل، هل في حاجات معينه هي اللي بتؤدي الى بروز او ضعف ترهلات البطن؟ السبب الاساسي هو الغذاء، الاكل السريع او الفاست فود اللي موجود فيه كميه دهون بنسبه عاليه جدا، ده ليه سبب اساسي. لكن ما ننساش العمل الوراثي، يعني وجدنا ان لو احد الابوين عنده سمنه 40% من الحالات ان اولادهم هيكون عنده سمنه، لو الاثنين عندهم سمنه ممكن 80% من الابناء يكون عندهم سمنه، لو الاثنين ما عندهمش كرش تلاقي نسبه حدوث كرش في الابناء تقل تصل لحوالي 7%، يبقى اذا هنا ممكن يكون في عامل وراثي ماشي في هذه العائله. الحاجه اللي بعد كده هو ان احنا لو قلنا ايه دور الغدد الصماء وبالذات الغدد الدرقيه او النخاميه اللي موجوده سواء في الرقبه او في قاع المخ او الجركلويه اللي موجوده في الكلى، بنلاقي ان هذا الدور محدود بالنسبه للكرش، يصل بالنسبه تصل حوالي من 2 الى 5%. طبيعه اكلنا ايضا ده سبب اساسي، ان الانسان يقول لك انا كل ما اتضايق اكل وابتدى يقعد. الحركه بتاعتنا طبيعه اكلنا الغلط، ان انا باكل وانا ببص على التلفزيون او بسمع راديو او بقرا جورنال
يبقى هنا الاكل مش لدرجه ان انا اكل، انا باكل هنا لدرجه ان انا بضيع وقت وبدخل في حاجات تانية. دي كلها حاجات تساعد على تكوين هذا الكرش، انما ضعف الاسلوب الرياضي وعدم وجود الاسلوب الرياضي ولو على الاقل المشي لمده ربع ساعه الى ثلث ساعه متصله كل يوم، ده سبب اساسي ايضا لتكوين الكرش. او ممكن يكون يا دكتور ممارسه الرياضه بطريقه غلط، او استخدام الاجهزه الرياضيه المعلن عنها او اللي موجوده في الجيم بطريقه غلط. طبعا، لان هي المساله ايه، ان لازم يكون اسلوب حياه. ما يجيش انا كل يوم بعمل تدريبات عنيفه وفجاه ابطل. انا بشوف ناس كانوا ابطال وليهم بطولات من ابطال على مستوى الجمهوريه او على مستوى القاره وفجاه بطل وقعد فبقى له كرش. ما ننساش الستات الحوامل اللي هم اساسا ما عندهمش اسلوب رياضي، كثره مرات الحمل بيدي لترهل العضلات وبروز هذا وتكوين هذا الكرش. لما بنشوف البعض بيدخن يقول لك لا انا ما بحبش التدخين بس انا بدخن عشان بيقفل نفسي فبالتالي انا بخس. في علاقه بين التدخين والكرش؟ هو يمكن هنا في كلام يزعل الناس. هو فعلا الانسان اللي يبطل تدخين المفروض ان النيكوتين بيأثر على هرمون اسمه السيروتونين، ده بيطلع من المخ. هذا الهرمون لو بطلت تدخين هيبتدي الهرمون ده يطلع. السيروتونين ده من الهرمونات الجميله جدا اللي بتدخل في الجسم، تطلع من المخ تدخل للدم. هذا الهرمون بيعمل ايه؟ بيزود من قلويه الدم، وبالتالي يخلي الانسان يحس بهدوء، بسكينه، الانفعالات تقل، درجه تحمل الالم تقل. ويمكن ده يكون سبب في وقت من الاوقات ان الانسان ياكل كويس وشهيته تتفتح كويس ويبتدي يمكن يتكون عنده الكرش. مش بقول معنى الكلام ده كله ان اي انسان داخل المفروض ان هو يبطل التدخين فيحصل له هذا الكلام، لكن علميا هذا الكلام بيحدث. فمن البدايه ما فيش داعي للتدخين علشان يبقى هذا الهرمون شغال بطريقه امنه، وما نقدرش نحتاج بعد كده هو نبطل ونزود ونرجع وندخن وتبقى الحكايه فيها المشكله. الانسولين لمرضى السكر وحبوب منع الحمل للسيدات، هل هو ممكن يشارك في حبس الميه فبالتالي تظهر بطن او يظهر كرش؟ بس هو الانسولين وظيفته انه بيحول السكر والنشويات الى دهون. فيبقى الانسولين من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤدي الى تكوين كرش او تراكم للدهون، ولكن اذا اخذ بجرعات مظبوطه يبقى ما فيش عندي مشكله. دي نقطه مهمه قوي. لكن بالنسبه لحبوب منع الحمل ففيها اساسا تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجسترون، وكلاهما بيؤدي الى تراكم السوائل في داخل الجسم فممكن يديني نوع من الكرش الكاذب. طيب دكتور، احنا بنعرض قدامنا دلوقتي كيف نتعامل مع الكرش ده ازاي بقى يا دكتور؟ في البدايه انا بقول ان هو عشان اعالج الكرش بعالجه بثلاث عمليات في وقت واحد. العمليه الاولى عمليه شفط الدهون، العمليه الثانيه استئصال الجلد الزائد، العمليه الثالثه عمليه تقويه العضلات. الصوره اللي كنا عارضينها دلوقتي ده الجرح اللي احنا بنسميه تطبيقا التامي تاك. التامي تاك ده جرح بيمسك البطن من اولها لاخرها، وهذا الجرح جرح كبير وعنيف، والحقيقه بيتعمل فيه نقل صوره وحاجات زي كده. الحقيقه هذا الجرح احنا ما بنعملوش دلوقتي، وابتدينا نعمل تعديل جميل خالص. ابتدينا نعمل ايه؟ الجرح الكبير اللي كان بيمسك من اول الظهر لاخر الظهر بيبقى منطقه كبيره جدا، ابتدينا نصغره نمره واحد بجرح صغير زي ما هو موجود قدامي في الصوره، نمره اثنين ان انا من خلال هذا الجرح بقوي عضلات البطن، نمره ثلاثه بالنسبه لمشكله السره. كانت زمان في مشكله موجوده عندنا ان يا اما بتتنقل السره بتتاخد من مكان وتتنقل لمكان، يا انما دلوقتي لا، يا اما اشيل السره واخلق سره جديده من غير ان نقولها. فكان ده هو التعديل اللي احنا قدرنا نعمله. يبقى احنا عملنا ثلاث تعديلات، صغرنا منظر الجرح، الحاجه الثانيه قوينا العضلات، الحاجه الثالثه يا شلنا السره وخلقنا سره جديده يا اما سيبناها في مكانها من غير ما نشيلها، لكن ما فيش حاجه اسمها نقل السره. طب انا عايز اسالك يا دكتور على سؤال، التعب والطنان العالي ممكن يطلع بروز للبطن بالنسبه للبنات والفتيات؟ السؤال ده سؤال مظبوط جدا، ان احنا لقينا ان الكعب لو زاد عن حجم معين بيؤدي في الست الى مشكلتين. المشكله الاولى ترهل وبروز بالنسبه للسجين، المشكله الثانيه بروز بالنسبه لعضلات البطن. الحقيقه هذا الكلام كلام طبي مظبوط، والكلام ده ثبت علميا. والحقيقه يعني احنا ما بنمنعش الناس انها تلبس كعب عالي وحاجات زي كده، ولكن الاستمراريه في وقت طويل ماشيين بهذه الطريقه ده بيأثر على الصحه الجسمانيه بالنسبه للسيده. زي ما شفنا في عملية شفط الدهون للكرش، هل في عمليات يا دكتور تانية او دور جراحات التجميل او الليزر او الادوية؟ هل في ادوية بتقلل الدهون او بتذيب الشحوم؟ يعني زي بيتم التعامل مع الكرش لغاية ما نقضي عليه نهائيا؟ شوف سيادتك، انت قلت كذا حاجة. شفط الدهون، شفط الدهون ممكن يكون عن طريق السرنجة زي ما احنا شفنا، او ممكن يكون عن طريق جهاز الليزر، وده كلام مشكوك في صحته لغاية دلوقتي
وان كان بيجرى في مصر لان لسه ما خدش الـ FDA approval، او ممكن يكون شافت الديون بالطريقه الثالثه عن طريق الموجات التصادميه، وده مستحب جدا وبيتعمل على نطاق كبير وامن جدا. ده بالنسبه لشافت الديون. الحاجه الثانيه سيادتك اللي قلت عنها الادويه، هنا الحقيقه الادويه بالنسبه لشفط الدهون في طريقين لاي دواء او اي نوع من الادويه اخده، في طريقين، يا اما طريق بان الادويه تشتغل على المخ مركزيا على مركز الجوع ومركز الشبع، ودي غير مستحبه على الاطلاق، ودي الادويه الغاليه جدا. ليه؟ لانها ممكن تعمل نشفان في الريق، تعمل زياده في ضربات القلب، ممكن تعمل كوابيس بالليل، ممكن تعمل اكتئاب، وبتبقى ادويه مكلفه جدا وعايزه فترات طويله، وتاثيرها يكاد يكون يعني غير مستحب على الاطلاق بالنسبه للحاله الجسمانيه بالنسبه لهذا الشخص. النوع الثاني من الادويه اللي بيشتغل طرفي على مستوى المعده، انك انت بتدخلي دواء كل وظيفته ان هو يا اما يعمل امتلاء في المعده فالامتصاص يقل، يا اما ياثر على الامتصاص في على مجال الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، فكلاهما ده ليه تاثير مباشر بالنسبه للمعده. عشان كده احنا يفضل بالنسبه لهذه الادويه ان احنا لما نيجي نتكلم نستخدم الادويه الطرفيه اللي على مستوى المعده او التي تؤثر على امتصاص الغذاء. امتى الشخص يحس ان عنده مشكله وبالتالي عليه ان يتوجه للطبيب فورا علشان يتخلص من الكرش، خصوصا ان الكرش اكيد هيعوقه وهيسبب له مشاكل صحيه كتير؟ هي الحاجه الاولانيه المنظر العام، في ناس جديد جدا بتدور على انها تستعين بالاطباء علشان المنظر العام غير مستحب. الحاجه الثانيه لو اثر هذا الكرش على حاجات كتير جدا، تنفس يعني مثلا بالنسبه للتنفس، بالنسبه للركب، بالنسبه لارتفاع ضغط الدم، بالنسبه لالام المفاصل، بالنسبه للكبد اللي بيبقى مش شحمي، بالنسبه للبنكرياس اللي ممكن يدي لمرض البول السكري، بالنسبه للعقم لبعض الرجال ذكور او اناث، احنا في ساعات عمليات بنعملها زي اللي احنا شفناها دي، اساسا بيكون وظيفتها الاساسيه ان احنا نشيل الدهون الموجوده في تجويف البطن، او نشيل الدهون الموجوده في الجدار البطن الخارجي وبالتالي في تجويف البطن، عشان الانسان ده يبتدي يخلف سواء كانت البنت او سواء كان الولد، لان الدهون دي ليها مشاكل كبيره جدا، ما فيش جزء في جسم الانسان لا يعاني، يعني حتى العين تعاني، تصلب شرايين، ارتفاع ضغط الدم وهكذا. طيب دكتور، ال 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 في بعض السيدات بيكون الموضوع يعني بروز للبطن، هل يتم التعامل معاه ازاي في البدايه قبل ما الموضوع يتفاقم ويبقى فيه ضعف في عضلات البطن؟ هو الاسلوب عباره عن ثلاث حاجات، الحاجه الاولانيه الاسلوب الغذائي، لازم تهتم بطريقه غذائتها وتاخد النظام الغذائي المناسب ليها. الحاجه الثانيه الاسلوب الرياضي اللي احنا بننصح بيه، لان الرياضه بتمنع تراكم الدهون على جدار الاوعيه الدمويه، وبالتالي وثالث حاجه قوه الاراده. طيب معانا تليفونات يا دكتور، معانا شريف من انا. صباح الخير يا شريف. صباح الخير، اتفضل دكتور منير معاك على الهواء، اتفضل. صباح الخير دكتور منير. صباح الخير حضرتك. انا قريب بطل من محافظة ايراد، سنة تقريبا. ايوه شريف اسمعنا بس من التليفون بعد اذنك. احنا سامعينك، اتفضل. انا واحد برضه من الناس اللي بيزور على اخر، بقول لحضرتك انا طولي 168 ونص. تمام. طولي عامل 110. اه طبعا. انا حضرتك لحضرتك على مرحله الجواز يمكن بعد 4 أو 5 شهور، ونفس الشكل ده يختفي قبل ما اخش على الجواز. طيب هنرد عليك. حاضر يا شريف. معانا تليفونات تاني، معانا احمد من الغربيه. صباح الخير يا احمد، اتفضل. وعليكم السلام، اتفضل. والنبي لو سمحت، يعني عندي حبوب بتظهر في وشي على طول. ماشي. طيب هنرد عليك. حاضر يا استاذ احمد. طيب خلينا نرد على شريف الاول. ده عنده سكه مفرطه طوله 110، وزنه طوله 167 او حاجه زي كده، ووزنه 110. طبعا دي نوع من انواع البدانه المفرطه، لو حسبنا رقم الكتله جبنا عباره عن حاصل قسمه الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر، هيطلع رقم الكتله بتاعه اكثر من 40. وبالتالي هذا الانسان عنده بدانه مفرطه، ده محتاج لاسلوب غذائي قوي جدا مع اسلوب رياضي، والا هيحتاج العمليات الكبيره اللي ممكن نشرحها وقت بعد كده، اللي هي عمليات السمنه المفرطه، اللي هي يا اما نركب بالون جوه المعده، يا اما نركب حلقه بره المعده. ايه احسن يا دكتور؟ لا هو محتاج ان هو حاله زي كده محتاجه الحقيقه ان هي تتعامل كحالات بدانه مفرطه، ودي محتاجه ان احنا نتعامل على مستوى المعده، يعني نستأصل جزء من المعده على طريق عمليه اللي هي التكميم، يا اما نركب حلقه من فوق، يا اما نركب بالون من الداخل.
احمد اتكلم عن موضوع الحبوب، هو بعيد عن الحلقه النهارده، ولكن الحبوب الحبوب انواع كثيره جدا الحقيقه، فيها انواع كثيره جدا، ودي حاجه من الحاجات اللي محتاجه مناظره طبيه، لان محتاجه علاج طبي، وبعض الحالات تكون محتاجه العلاج بالليزر. طيب الدكتور، نرجع تاني لموضوع التجميل، لو تم اجراء جراحه التجميل في الكرش، هل ممكن يطلع تاني لو انا ما اتبعتش النظام الصحي والغذائي والاسلوب الرياضي، يعني كاني ما عملتش حاجه، ولا خلاص عضلات البطن اتشدت فبالتالي مش هيطلع كرش تاني؟ لا، هو الانسان اللي هيعمل عمليه علشان يقعد على المكتب تاني وما يتحركش، لا، هيرجع تاني حاجات وهتبقى حاجات اسوء مما كانت. لا، هو محتاج ان هو يبقى اسلوب رياضي مع اسلوب غذائي مع قوه اراده، على انه يفضل قوامه ممشوق والكرش مش موجود، عشان يفضل طول عمره انسان في المجتمع. يبقى اذا الكرش ده مش عزه خالص، ده يودي يعني مشاكل صحيه كتير احنا في غنى عنها. بالظبط. بشكرك يا دكتور، المره الجايه هنتكلم عن ايه ان شاء الله؟ نتكلم على جمال الاذن ان شاء الله. جمال الاذن. بشكركم مشاهدينا الكرام، طبعا فعالياتنا متواصلة معكم لتغطية منتدى افريقيا 2016، خليكم معانا فاصل ونستكمل حوار وفقرات. صباح الخير يا مصر.